أناستازيا رادينسكايا والمعروف أيضا باسم ستيسي يوناستيا، وهي فتاة يوتيوبر روسية أمريكية الجنسية تدير هي ووالدها عدة قنوات على اليوتيوب وأبرزها لايك ناستيا ولايك ناستيا شو، وتتوفر بعدة لغات منها العربية على قناة لايك ناستيا اي. والميلاد هي مولدت بتاريخ 27 يناير 2014، يعني عمرها هلأ 8 سنوات، وانولدت بكرانسودار وموطنها روسيا ومع جنسية الولايات المتحدة الأمريكية. والحياة العملية هي المهنة مدونة فيديو منتجة تلفزيونية، واللغات هي اللغة الروسية. وسنوات النشاط من 2016 حتى الآن، يعني فتحت قناة اليوتيوب من 2016 ولساتها متابعة بهالموضوع حتى 2022 يلي نحن فيها. وهي في عام 2019 كانت رابع أكثر قناة شخصية اشتراكاً على اليوتيوب في العالم، والقناة 15 الأكثر اشتراكاً في العالم. يركز محتواها جميع قنواتها على ناسيا وأبيها الذين يلعبون ويتعلمون ويلبسون ملابسهم ويذهبون إلى المنتزهات ويروون حكايات للأطفال وأغانيهم. كثيراً ما ينضم إليهم والدها وقطتها وأصدقائها. اعتباراً من 7 مايو 2021 أصبحت قناتها 5 أكثر مشاهدة على اليوتيوب. هلأ رح نحكي عن حياتها الشخصية. انولدت أناستازيا جنوب روسيا، وشخص الأطباء بأنها مصابة بالشلل الدماغي، وخشى الأطباء أنها قد لا تكون قادرة على الكلام. ولكن في عام 2016 بدأ والدها في إنتاج مقاطع فيديو على اليوتيوب مع طفلتهم، وهي تقوم بأنشطة عادية مثل اللعب مع والدها بالدمى والأصدقاء والأقارب. وكانت أما أنا تمتلك صالونة للعرائس في كرانسودار، واللي وفقا لكلماتها انه كان بيجني حوالي 300,000 روبل روسي شهريا. كان والدها سيرجي يمتلك شركة انشاءات تضم 20 عاملا، وكان ذلك اكثر ربحية ولكنه اقل استقرارا. وفي عام 2015 باع والد أناستازيا شركاتهم، وفي يناير 2016 أنشأ قناة لايك ناستيا على اليوتيوب، وكانت تعرض أولا فتح ألعاب الأطفال، ولكن تم تحويلها لاحقا إلى قناة تعرض زيارات ومنتزهات الترفيهية في البلدان المختلفة. في الأشهر السبعة الأولى زارت الأسرة 6 دول، وأنفقوا من 1.5 مليون روبل روسي شهريا، والتي تم إقطاعها أولا من مدخرات العائلة. ولكن فيما بعد أصبحت القناة مربحة، حيث تم كسب المال من برامج شركات اليوتيوب مثل ناستيا، مدبلج أيضا بلغات أخرى مثل الألمانية والعربية والبنغالية والفرنسية والبرتغالية والهندية والأسبانية والكورية والفيتنامية والإندونيسية. وفي عام 2018 انتقلت هي وعائلتها من كرانسودار الروسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهم يعيشون الآن في ولاية فلوريدا. احتراف اليوتيوب. عندما بدأت قناة أناستازيا في كسب مشاهدات، قرر والدها تكريس المزيد من الوقت والتركيز لتطوير وجودها على اليوتيوب. وفي عام 2017 وقع والد أناستازيا مع يولا، وهي شبكة على اليوتيوب وشركة إدارة ساعة المبدعين، على تطوير وتوطين محتوى الفيديو. وفقا لفوربس أصبحت أناستازيا واحدة من أسرع المبدعين نموا في العالم، وذلك بفضل مقاطع الفيديو ب7 لغات. وفي عام 2019 صنفت شركة فوربس أناستازيا في المرتبة 3 على مستوى من مستخدمي اليوتيوب في العالم، مع دخل سنوي بقدر يقدر نحو 18 مليون دولار. وهيك بنكون خلصنا كل المعلومات اللي بتخص ناستيا أو أناستازيا، وكل المعلومات عن قنواتها. وهلأ تعالوا نشوف كمان قصة ديانا وروما وقناتهم على اليوتيوب. ديانا وروما أصحاب قنوات كيدز روما شو وكيدز ديانا شو. جنسيتهم وديانتهم وأصلهم وتاريخ ميلادهم ومحل ميلادهم وبرج الفلكي والعمر وقصة الحياة وبداية الشهرة وإنشاء القناة وأهم وأبرز الفيديوهات وعلاقتهم بشركة
بوكيت واتش، طبيعة ما يقدمه الطفلين، وإصدار القناة لهما بالعربية، ألبوم صورهم ومعلومات كاملة عنهم نضعها بين أيديكم من خلال هذا الفيديو الشيق، فتابعوا معنا. أولا المعلومات الشخصية، اسم باللغة العربية هي ديانا وروما، والاسم باللغة الإنجليزية ديانا أند روما، واسم القناة هي كيدز روما شو وكيدز ديانا شو، وديانا غير معروفة، والجنسية هي الروسية، وتاريخ ميلادهم 17 مارس 2014، ومحل الميلاد أوكرانيا في روسيا، والبرج الفلكي برج الحوت، والعمر في 2022 يعني في السنة الحالية اللي احنا فيها 8 سنوات، يعني نفس عمر ناستيا. ولون الشعر أصفر، ولون العينين أزرق، ونوع المحتوى هو استعراض ولعب الأدوار وأسرة متعاونة، وعدد مشاهدات اللي بالقناة تبعهم 52.8 مليار مشاهدة، وعدد المشتركين 75.8 مليون مشترك. وبداية شهرتهم على اليوتيوب، يعني وقت انفتحت القناة على اليوتيوب كانت في سنة 2015. سنوات نشاطهم هل على اليوتيوب من 2015، يعني من وقت انفتحت القناة لحد هل 2022 اللي نحن فيها حاليا. قصة حياة ديانا وروما، الطفلة ديانا وشقيقها روما أوكرانيين، ولدتها انولدوا في روسيا عام 2014 17 مارس. برجهم الفلكي هو برج الحوت، وبلغ العمر 8 سنوات حاليا. لكل منهم قناة على اليوتيوب من خلالها يعرضون لعبهم ومرحهم مع العائلة والأصدقاء، وزادت شهرتهم كثيرا في عام 2020، وأصبحت القناة تحتوي على 50 مليون مشترك و 23 مليار مشاهدة، وكان هذا في سبب في شهرة القناة وزيادة عدد المشتركين من قبل أوكرانيا، كما أنها نالت المركز الثاني من القنوات على موقع اليوتيوب، والمركز الرابع من القنوات الخاصة بالأطفال على موقع اليوتيوب، وهي القناة السابعة التي كثر بها عدد المشتركين في العالم بالنسبة لعدد المشاهدة، هي المركز الثامن على مستوى العالم. كما أن القناة نالت العديد من الجوائز، وفي عام 2020 رشحت ديانا للجوائز ستريمي السنوية العاشرة الخاصة بفئة الأطفال والعائلة، وجائزة 2021 القصيرة الخاصة بفئة الأبوة والأمومة والأسرة والأطفال. هلأ رح نحكي عن الطبيعة وما تقدمه ديانا وروما. تقدم الشقيقان ديانا وروما بعض المقاطع الفيديوهات التي تحتوي على أغاني خاصة بالأطفال، تدوين الفيديوهات ومراجعة الألعاب، وأيضا ممارسة اللغة الإنجليزية وتعليمها، وبعض الفيديوهات للشقيقين وهنن بياكلوا بعض الحلويات، كما أن لكل منهم قناة خاصة به على اليوتيوب بيقدم فيها بعض الأفعال في المنزل، يتحدثان مقاطع الفيديو مع شفا الكويتية صاحبة قناة شفا على اليوتيوب. أيضا في مقطع يبين تحدي بينهما، كما أن لهما لعبة بينهما تسلي الأطفال كثيرا. وهلأ بداية شهر ديانا وروما على اليوتيوب. بدأت طفل روما في الظهور قبل أخته ديانا، وكان والدهم هما الذين يديران القناة عام 2015، وبدأ الوالدان في عمل هذه المقاطع للطفل روما بعد الولادة بعام. كما أن شركة أولينا أصدر القناة على اليوتيوب تعمل على حفظ الذاكر، وزاد بها العدد أكثر من القناة الخاصة بالطفل روما، وذلك قرر الوالدين ترك وظائفهما والتفرغ لتقديم الفيديوهات بشكل يومي، وهذه القناة اشتهرت وأصبحت معروفة أكثر بعد تواجد ديانا، وهي تشمل كل ما يقوم به الشقيقين في المغامرات. ولكن وقناة ديانا عنوانها كيدز ديانا شو، وقناة روما عنوانها كيدز روما شو،
وتم تقدير الأرباح للقناة في السنة عن طريق بيزنس إنسايدر إنها تقريبا حوالي من 2.8 مليون دولار إلى 44.7 مليون دولار. كما أن قناتهم أصبحت تعتبر جزء من الشبكة الأوكرانية إير. ومن هذه الفيديوهات فيديوهات عن اللعب التظاهري وحكايات القصص في صورة الحوار، كما أنه تم ترجمة هذه الفيديوهات إلى بعض اللغات الأخرى منها الهندي والياباني والإندونيسي والروسي والأسباني والألماني والبرتغالي، والموسيقي الخاصة لهذا البرنامج من إبديميك ساوند. هلأ ديانا وروما وشركة بوكيت ووتش. قام والدة الطفلين ديانا وروما بتوقيع مع شركة بوكيت ووتش عام 2020، تلك الشركة التي قام بتأسيسها كريس ويالياميز وألبي هيست عام 2016، وهي عبارة عن شركة خاصة للأطفال وهي دائما في تطور مستمر، فقد أنشأت سلسلة رسوم متحركة وبضائع ورسوم متحركة لها، واللعبة تحتوي على قصص قصيرة متحركة مختلفة وذات حركة حية، تقوم بأخذ ديانا وروما إلى أرض اللعب وتكلفهما ببعض المهام كحماية الأصدقاء والعائلة من المخاطر مع خدمات أوت. وصرح مؤسس الشركة في تصريح خاص قائلا أن لعبة لوف ديانا لها دور كبير في إنشاء فصل جديد لهذه الشركة، وتمثلها بأنها شركة رائدة خاصة بمجال الترفيه للأطفال، ولها القدرة على ولها القدرة أيضا على تحديد الامتياز العالمي للأطفال الكبار والآخرين. وتابع قائلا أن النجاح المضمون هو العمل مع كثير من القنوات المستحقة للامتياز على موقع اليوتيوب والأعلى في نسبة المشاهدة وشهرتها عالمية، منها ريانس وورلد ولايك ناسيا وهوبي كيدز. وهذا كان سببا في حماس أكبر للمشاركين في التوقيع معنا ولما هو قادم من حماس. واختتم قائلا أن الرسوم الكاريكاتيرية الجديدة هي التي أنشأها الشركة للطفلين ديانا وروما، كانت في صورة قصص قصيرة تسلي الأطفال ويحبونها. وديانا وروما هلأ بقناتنا العربية رح نحكي عنها بالكامل. قامت بعض الشركات بتحويل لغة الفيديوهات الطفلين ديانا وروما إلى اللغة العربية، وهذه كانت جديدة في هذا العام، وحتى تكون هذه الفيديوهات منتشرة عالميا وتم إصدارها باللغة العربية على موقع اليوتيوب، وبها يكون التركيز على أغاني الأطفال ومن خلالها تقوم بتعليم اللغة العربية للأطفال، كما أنها تقوم بالتركيز على العديد من المقاطع الفيديو الخاصة بهما في مسرحية التخيل أو التألق كأميرة، وأيضا بعض المقاطع الموسيقية وأغاني الخاصة بالأطفال فقط. ومن أبرز الفيديوهات التي حصلت على مشاهدة عالية وسببها اشتهرت القناة فيديو ديانا أند هير باربي، وحقق أكثر من 1 مليار مشاهدة، وقد كانوا برفقة قناة الأطفال الشهيرة مثل ناسيا وفلات ونيكيا. وهيك بنكون خلصنا حكي عن ديانا وروما، قناتهم وعائلتهم وموضوعهم الاجتماعي كمان وقنواتهم اللي على اليوتيوب، وخلصنا كل التفاصيل اللي معنا. هلأ بنخش الموضوع تاني واللي هن بيكونوا فلاد ونيكيا، شقيقان روسيان يملكان قناة على اليوتيوب باسم فلاد ونيكتيا. ديانتهما وجنسيتهما ووالديهما وتاريخ الميلاد كل منهم ومحل الميلاد كل منهما وبرجهما الفلكي وعمرهما وقصة الحياة وبداية افتتاح القناة. الصفقة مع وكالة هافن جلوبال، مميزات القناة ومحتواها وأهم وأبرز الفيديوهات لهما والتطبيقات الخاصة بهما وألبوم الصور ومعلومات كاملة عنهما نضعها بين أيديكم من خلال هذا الفيديو الشيق، فتابعونا. مثل ما قلنا أنه هلأ رح نحكي عن كل المعلومات اللي بتخص فلاد ونيكيا وكل أسرار قنواتهم على اليوتيوب، وهلأ رح نبلش مع المعلومات الشخصية عن فلاد ونيكيا.
الاسم بالكامل باللغة العربية فلاديسلاف فاشكيتوف ونيكتا فاشكيتوف، وأسماء الشهرة هي فلاد ونيكتا، والديانة هي المسيحية والجنسية روسيين وأمريكيين، وتاريخ ميلاد فلاد هو يوم 26 فبراير 2013، وتاريخ ميلاد نيكتا يوم 4 يونيو عام 2015، ومحل الميلاد هي منطقة شمال ميامي بيتش فلوريدا وروسيا. البرج الفلكي لفلاد هو برج الدلو، ومونيكتيا برج السرطان، وعمر فلاد في 2022 يلي نحن فيها حاليا 8 سنوات، وعمر نيكتيا. والمهنة يقدمان محتوى للأطفال على موقع اليوتيوب، وبداية المشوار الفني في عام 2018، يعني فتحوا قناتهم على اليوتيوب بتاريخ 2018، وسنوات النشاط من عام 2018 حتى الآن، يعني حتى 22 يلي السنة يلي نحن فيها. وأهم الفيديوهات والتطبيقات، اسم التطبيق هو نيكي وفلاد، والفيديو فلاد رايد اون ذا باس، وقصة حياة فلاد ونيكتيا كاملة. يلا نشوف شو يعني شو عم تحكي قصة حياته. فلاد ونيكتيا شقيقان، ولد في روسيا، وولد فلاد في 26 فبراير عام 2013، وموهبته هي الرياضيات، وولد نيكتيا في 4 يونيو عام 2015، والموهبة هي الكيجي، ويعيشان في شمال ميامي بيتش في فلوريدا 6 سنوات. واسم الأب سيرجي فاشكيتوف، واسم الأم فيكتوريا فاشكيتوف، واسم الأخ كريس، ولون الشعر أصفر، ولون العينين أسود. ولهم شقيق صغير اسمه كريس، ووالدهم هو سيرجي فاشكيتوف، ويقوم بإدارة الكثير من القنوات لهما، أكثر من 15 قناة منهم 11 بلغات مختلفة. ووالدتهما فيكتوريا فاشكيتوف تقوم بإدارة القناة، وهم يدرسان في المرحلة الابتدائية، ويدعمهما والديهما في هذه القناة، وذلك بعد ملاحظة الأم بأنها لديهما موهبة كبيرة وهي التمثيل، فقررت أن ترى رأي الجمهور. وبعدها اشتهرت القناة حتى وصلت إلى عدد كبير من المشتركين والمشاهدات العالية، حتى وصل الربح إلى 37 مليون دولار في السنة. كما أنهما بعد الشهرة قررا الانتقال للعيش في مدينة روسيا نفسها. بداية شهرة فلاد ونيكتيا على اليوتيوب، بدأت القناة بنشر الفيديوهات للشقيقين في عام 2018 من خلال تصوير بعض المقاطع في حياتهم اليومية وانتشار بعض الصور والمقاطع. وبدأت القناة في ازدياد من قبل عدد المشاهدين، وبدأ الوالدين في زيارة الإعلانات للقناة حتى وصل عدد المشاهدين حوالي 30 مليار. كما أصبح هناك موقع باسم اعلام.com مشهور يعلن عن مميزات القناة ومحتواها، حتى أصبح بها 52 مليون مشترك، واحتوت على 280 فيديو، وهذا جعلهم ينال المركز 13 على مستوى العالم بالنسبة للاشتراكات. كما أقيم للشقيقين تطبيق خاص بهما باسم فلاد ونيكي، وفي عام 2020 وصل عدد المشتركين إلى 57.5 مليون مشترك. وقامت والدتهما بنشر بعض مقاطع لهما وهم يلعبان، ويمثلان أنهما مسافران لعمل بعض الأنشطة في سنغافورة، وبعض الفيديوهات عن اللعب والمشاركة الجماعية وقراءة القصص لبعضهما. وتم عمل فيديوهات على أغاني الأطفال أنها عجلات في بعض المقاطع، منها فيديو فلاد ونيكتا وهافين جلوبال
وقع والدة فلادمونيك صفقة تمثيل مع وكالة هافين جلوبال عام 2019، وهي وكالة تقوم بالترخيص للقنوات التي تعتبر أن أستراليا هي المقر الأساسي الذي ينشر ويروج لها المقاطع الخاصة بها من دون أي خسارة، بالإضافة إلى أنها تطور بالاستمرار وتجدد من المحتوى الذي تنشره حتى يظل بنفس نسبة المشاهدة ويزيد. وأيضا هي وكالة خاصة ببعض البرامج التي تستهلك عالميا، وخاصة بتراخيص الألعاب والتطبيقات الموجودة على الهواتف المحمولة، وهي دائما في السعي للتجديد والتطور. فتعقد اتفاقيات مع أبرز وأشهر القنوات الخاصة بالأطفال التي تتزايد شهرتهم يوميا بعد يوم. مميزات قناة فلاد ونيكتيا. قناة فلاد ونيكتيا لم تكن قناة عادية بل مميزة بما تقدمه من محتوى، فهي تتميز بكثير من الفيديوهات التي تساعد الطفل على التطور، وأيضا تساعد وتنمي الشخص البالغ. ومن مميزات القناة أيضا أنهما ينشران الفيديوهات بإحدى عشرة لغة مختلفة، وهذا يساعد المشترك على اكتساب وتعلم لغات جديدة. وفي عام 2020 زاد عدد المشاهدات أكثر من ذلك، وكان بسبب الحجر الصحي الذي حدث في معظم البلاد بسبب فيروس كورونا، وبالتالي جلوس العديد من الجماهير أمام التطبيقات وانشغالهم ببعض المقاطع على اليوتيوب، ووصل عدد المشاهدات إلى 25 مليار مشاهدة. ومن أبرز التطبيقات لهم تطبيق باسم فلاد ونيكي. وهلا رح نقول لكم أشهر الفيديوهات لفلاد ونيكي. فيديو فلاد ونيكتا مع مجموعة من مقاطع الفيديو حول سيارات الأطفال، مجموعة فلاد ونيكتا عن بيوت الألعاب، فيديو فلاد ونيكتا يحولان إلى أبطال، فلاد ونيكتا قصص عن الملاعب، فلاد ونيكتا وتجميع سلسلة جديدة عن الحيوانات الأليفة، يسير فلاد ونيكتا عبر الحائط، يلعب فيه فلاد ونيكتا في مقطع مقهى، يلعب فلاد ونيكتي على الرمال وفي الهواء الطلق. وهيك بنكون خلصنا كمان كل المعلومات اللي بتخص فلاد ونيكتي. مرحبا، فيديو اليوم رح نشوف فيه كيف انه سبا عم تسرق المحتوى الاجنبي وتعمل منه نسخة عربية. خليكم معي لاخر الفيديو حتى تشوفوا، بس قبل ما نبدأ مثل العادة لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة. زي ما شفتوا بالعنوان، فيديو اليوم رح اتكلم فيه عن حقيقة محتوى قناة سبا. واللي ما بيعرف، قناة سبا هي اكبر قناة عربية بالوطن العربي كله، وفيها 34 مليون مشترك. وهلا خلينا نحكي من خلال متابعتي للقناة انه اكبر من نص الفيديوهات اللي على القناة محتواها نفس المحتوى الأجنبي. معروف عن قناة سبا إنها بتقدم محتوى فيديوهات تمثيلية للأطفال، وإنه هاي قناة بتفرع من عدة قنوات يمكن المشتركين يزيد فيها عن 70 مليون مشترك. فسبا عندها عدة قنوات مثل قناة سبا وقناة سبا 2 وقناة سبا الأسبانية والهندية وقناة سبا جيمن، يعني ما رح نخلص ونحن عم نحكي عن قنوات سبا. لكن مع كل هاي القنوات وكل هذا المحتوى اللي أصلا بينشروه، ما نعرفين إن شو عم يقدموا للأطفال، وإنه هاي القناة دائما بتعمل مشاكل وتنزل مقاطع مثيرة للجدل مثل فيديو الزواج وفيديوهات اللي بتعلم الطفل يحط بتمه مشط أو شوز وأشياء تانية ما في مجال الواحد يحكي عنها كتير بهذا الفيديو. وبهيك فالقناة أذت كتير أطفال وغيرت سلوكهم للأسوأ، وكتير شكاوى من الأهالي اللي أولادهم بيحضروا قناة سبا وبيحكوا أنها تسببت بأشياء خطيرة لأن أولادهم بيقلدوها، واللي ماسكين قناة سبا واللي هم أمها وأختها وأخوها. وفي نوع المحتوى من الضرر اللي ممكن يتسبب في المقطع الواحد من أذى نفسي وجسدي للطفل، وواضح أنه هم من الأول والأخير والربح من اليوتيوب بس. والفيديو ما راح احكي فيه عن قديش هالفيديوهات اذت عالم كتير وقديش الاطفال بيتأثروا فيها وكيف بيقلدوها وكيف هالفيديوهات السيئة عم تأذي اطفالنا. هالمرة راح احكي عن انه قناة سبا ما بتملك اللي بترفعها على القناة، وانا مثل ما حكيت من شوي انه القائمين عليها همهم الربح وما بيفكروا حتى يصنعوا محتوى مناسب لاطفالنا في الوطن العربي. ما بيغلبوا حالهم بيتابعوا كم قناة من القنوات الأجنبية المخصصة للأطفال بينسخوا محتواها حرفيا نسخ. المهم تشوف الفيديو للنهاية حتى تعرفوا كيف تقدر تنسخ المحتوى كامل
وانه انا لاحظت انه في قناة شفا بيخلوا شفا مثل دورين، دور شفا ودور اخت سوسو، والسبب انه شفا ما عندها اخت سمنة مثل القنوات اللي عم تقلدها، وبالتالي كيف رح تقلد القنوات الاجنبية اللي تسرق شفا محتواها اللي بيطلب يكون فيه طفلين بالفيديو؟ بكل بساطة بيخلوا شفا تمثل دور شفا ودور اخت سوسو، يعني نظام كوبي بيست، نسخ ولصق للمحتوى، حتى انه ما في انه قائمين على القناة شفا ما بيحاولوا يغيروا اي فكرة في المحتوى حتى انهم يلعبوا فيها شوي. لا، ليش هالغلبة؟ بدنا نلحق نطبع. القناة اللي بتقلدها شفا اسمها فلاد اند نيكي، والقناة فيها اثنين اخوة اولاد بيطلعوا عليها، واحد اسمه فلاد والتاني اسمه نيكي، وشفا ما عندها اخت صغيرة تطلع معها بالقناة، عشان هيك بيعمل نسخة تانية من عن شفا وسموها سوسو، حتى بيقلدوا انهم يقلدوا الفيديو، حتى يقدروا انهم يقلدوا الفيديوهات حرفيا بالافكار وكل شيء، وهذه القناة الوحيدة اللي بياخدوا منها افكارهم، وبيحاولوا ياخدوا الافكار من اكتر من قناة، ومنها قناة كيدز ديانا الشو اللي حكينا عنها من قبل، وراح حط لكم رابط الفيديو بصندوق الوصف. للي ما شاف الفيديو يلا نكمل. وكمان قناة شافة الثانية عندها نفس الشعار بس غيروا الحرف، بدل الدي حطوها اس. اول شي رح اتكلم عن الصور المصغرة تبع الفيديوهات، فلو شفنا هاي الصور فنلاحظ انه هاي الصورة مثل هاي، وهاي الصورة مثل هاي، وهاي كوبي عن هاي. وبحب لكم اذا فتنا على هاي الفيديوهات راح نشوف انه شفا بتقلد نفس الحركات والادوار، يعني اكبر قناة عربية بالوطن العربي طلع التقليد، وكل المقاطع اللي بتنزلها على قناتها كلها نسخ وما انه محتوى مبتكر. وبهيك يا حلوين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة، وكالعادة